المهمه نتاعنا على وجه الخصوص هي مكافحه العناصر الاجراميه. اليوم سجلنا خرجة ميدانية وعملية مشتركة بين المصالح الأمن الوطني بغردايا وكذا مجموعة إقليمية للدرك الوطني بغردايا، وهذا في إطار أولا تعزيز الشراكة بين المصالح الأمنية، هذا من جهة. من جهة أخرى تأتي هذه الإجراءات تحضيرا لمختلف الإجراءات الأمنية. العملية تمثلت في عدة مداهمات بالإحياء والنقاط المشبوهة، كذا تعزيز التواجد على مستوى الحواجز الأمنية. برنامج مداهمات واسع النطاق بالإضافة إلى دوريات مشتركة مع الحضور الدائم عبر شبكات الطرقات لتسهيل حركة المرور. تدخل هذه الإجراءات للتحضير استقبال هذه المناسبة في جو يسوده الأمن والاستقرار وحفاظا على السكينة العمومية وحماية المواطنين والممتلكات.